قبل ما نسيب بقى ماتش مازيمبي، ماتش مازيمبي الاهلي ماتش مهم قوي وماتش ليه حسابات خاصه وملعب ترتان واجواء خاصه جدا ودرجه حراره عاليه ومستوى اكسجين اقل ورطوبه عاليه. كان اول انتصار للمارد الاحمر على مازيمبي في دوري ابطال افريقيا سنه 2002، وكان بهدف نظيف سجله احد نجوم النادي الاهلي في الوقت ده المميز جدا مهاجم النادي الاهلي احمد جوال الشهير بأحمد بلال. نروح لمداخله مع الكابتن احمد بلال ونستعيد معاه ذكرياته الاول في مباراه مازيمبي. اهلا بيك كابتن احمد. مساء الفل يا عبد الرحمن، ازيك؟ اهلا بيك وبرنامجك حلو وجميل ولطيف وبالتوفيق دايما ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله ربنا يخليك كابتن، يعني بسعد بوجود حضرتك معانا طبعا. يعني ربنا يخليك عبد الرحمن، ربنا يكرمك يا رب. قول لي بقى ذكرياتك مع ملعب مازيمبي وكان شكله عامل ايه في 2002 ده يعني. يا خبر ابيض. بص مبدئيا طبعا يعني هم طول عمرهم على ملعبهم فرق ثقيل، يعني فرق ثقيل. زمان خد بالك ملعبهم كان صعب جدا 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 جدا، دلوقتي اتحسن. يعني الناس بتشتكي في الوقت الحالي من ملعب مازيمبي. يعني عايز اقول لهم بقى اللي ما سابش ملعب مازيمبي بقى في اول الالفينات 2001 2002 2003 يبقى ما شافش ملاعب في افريقيا قبل كده. الملعب كان صعب جدا 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 جدا، يعني في مطبات هواء في الملعب. في مطبات هواء والله العظيم بكلم، يعني اللعيبه موجوده اللي طبعا لا احنا كنا بنشوف الصوره اساسا. كانت الماتش بيتذاع 10 دقائق منه لو عرفنا نذيعهم يعني. طبعا صعب جدا جدا، ملعب صعب جدا. 2002 2003 البطوله بتاعت افريقيا كسبناهم هنا في القاهره وتعادلنا، تمام؟ وهم فرقه كانوا برضو فرقه من الفرق الاقوياء. يعني كنت انا سجلت الهدف هنا في القاهره وكسبناهم 1-0، لكن في التوقيت اللي كنا بنلعب فيه هناك كانت درجه الحراره بتبقى صعبه شويه. يعني هو نفس الوضع تقريبا، هي درجه الحراره صعبه برضو دلوقتي، واكيد الرطوبه كانت عاليه طبعا يعني. لا الرطوبه طبعا، بص في افريقيا بشكل عام الرطوبه بتبقى صعبه جدا جدا، بتبقى عاليه جدا جدا. لكن انت طالما انت خلاص بتروح في توقيت افضل، بتروح بدري شويه، الامور بقت احسن بالنسبه للطيران في افريقيا، بقت افضل بكتير جدا جدا. يعني انت عارف زمان كنا بناخد مثلا يومين في الطيران عشان نوصل لجوه. هي الرحله دي 7 ساعات بس يعني. دلوقتي خلاص، دلوقتي بقت حاجه فاني كده، فاهم؟ تروح كده مستمتع يعني. لكن الاول انت عارف كنا بنروح لكينيا الاول، وبعدين كينيا نروح المطار الداخلي الثاني، وبعدين نروح هناك وربما يبقى الترانزيت 6 7 ساعات او 8 ساعات. الامور كانت بتبقى صعبه جدا جدا. لكن دلوقتي في التوقيت الحالي الامور بقت افضل، رحلات الطيران بقت افضل بكثير جدا جدا. تقدر ان انت تروح بدري قبليها زي ما الاهلي راح كده واستعد بشكل كويس. والمباراه اعتقد الاهلي من وجهه نظر الشخصيه، من شفت مازيمبي يعني الاهلي افضل بكثير من مازيمبي، افضل فنيا. هم ممكن يكون على ملعبهم الامور صعبه جدا، لان ملعبهم محدد وصعب وملعب ضيق وملعب صغير والجمهور قريب قوي من الملعب يا كابتن، دي نقطة مهمة قوي يعني. بص ملاعبهم من أصعب الملاعب الموجودة في افريقيا، يعني أنا لعبنا في جنوب افريقيا ولعبنا في لا الكونجو مختلف عن كل ده، الكونجو غير أرضية الملعب والكلام ده، الملعب نفسه استاد مختلف. تقريبا عاملين الملعب والجمهور قريب جدا عشان يرهبوا اللعيب، فاهم قصدي؟ عشان يبقى دايما صوت الجمهور وزئيره والأصوات اللي بيعملها دايما تبقى والافارقه برضو مختلفين. يعني الملاعب دي لو في اوروبا اقول لك ماشي، لكن الافارقه مختلفين كثقافه عن اوروبا، يعني حاجه مختلفه خالص كشعب يعني. ده طبيعي. انت بتاخد بالك، ما هو انت مختلف كشعب، منتخبك مختلفه كملاعب ومختلفه كتوقيت لاعب حتى كمان. صراحه احنا بنلعب الساعه 3 العصر، يعني الموضوع. هل تفتكر فرقه بقدرات وامكانيات مازيمبي اللي بقى لها 10 15 سنه بتلعب في دوري ابطال افريقيا وخدت البطوله مرتين ورا بعض، هل تفتكر ان هم ما عندهمش امكانيه ان هم يعملوا اضواء زي كده في ملاعبهم؟ اكيد طبعاً. عندهم طبعا، اكيد الملعب ده فيه كشافات واضواء كشف. هو لما بيلعب قدام النادي الاهلي، عارف ان النادي الاهلي مش متعود على الاجواء دي طبعا. لا اقوى قسمه بالنسبه له، فبيحطك في الاجواء الصعبه اللي انت ما تقدرش تلعب فيها المباراه. احنا بنتفرج على الجول بتاعك في مازيمبي يا كابتن دلوقتي اهو. حبيبي ربنا يخليك. الماتش ده والله كان المفروض نكسبه 3 4 يعني ايه الشوط الاول أضعنا فرص كتير، لكن الشوط الثاني قدرنا. كوره وان تاتش فظيعه. ايفيلينو اللي كان عامل لك الجول ده كابتن؟ ده كان ايفيلينو، كان عدى من ناحيه الشمال
تمام. وكان الماتش ده على فكره من افضل الماتشات لإيفيلينو. لعب ماتش حلو قوي في المباراه دي. هو ما كانش محظوظ إيفيلينو، كان جاي قبل فلافيو انا فاكر، وما كانش لعيب محظوظ قوي معانا، لكنه عمل الاسيست ده. يعني قلت لك هو اصيب، يعني اصيب تقريبا بالملاريا او حاجه زي كده. بالظبط، كان عنده ملاريا فعلا، فقعد فتره طويله طبعا بره ما بيلعبش، وكانت الامور متعزمه بالنسبه له، لكن هو كان لعيب جيد، وكان جاي في 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 مع جيلبرتو من بيترو اتلتيكو. انا فاكر مع جيلبرتو من بيترو اتلتيكو كانوا لعيبه كويسه في بيترو اتلتيكو الانجولي، وكان قدم، والمباراه دي تحديدا كان قدها بشكل كويس وكان مميز فيها اتلتيكو. طيب كابتن، برضه فرصه سهله جدا جدا في الشوط الاول. هو كان مهاجم مختلف، بس ما كانش محظوظ مع النادي الاهلي فعلا، وجه في لافيو بعد كده بقى. طيب كابتن، احنا دلوقتي اتمرنا على ملعب ترتان هنا قبل السفر في ملعب مدينه نصر، واجواء ملعب مازيمبي، احنا طبعا ما نقدرش نجيب الجو بتاع مازيمبي ولا الرطوبه العاليه ولا الكلام ده كله، لكن رايك المدرب مرن فرقته تمرين قبل ما يسافر على ملعب ترتان هنا في القاهره، وفي نفس الوقت مرنهم في التوقيت قريب من التوقيت اللي هنلعب فيه، او درجه حراره قريبه. يمكن كنا النهارده كمان اتمرنوا الساعه 4 في الكونغو في مازيمبي، بس فكره ان انت تتمرن على ملعب ترتان تمرينه واحده قبل ما تسافر، وادي الملعب اهو معانا اهوت على الهواء، ده جانب من التدريب النهارده. يعني يا كابتن، شايف ان دي اجواء هتساعد المدرب او هتساعد اللعيبه على التاقلم اسرع في ماتش زي ده؟ بص، يعني هو طبعا تدريبه واحده لا تكفي على ملعب ترتان، قصدي على الملعب هتلعب فيه مباراه، يعني التدريب يعني مش هتكفيك، ولكن انت برضو خد بالك هي الفكره كلها في السنس، يعني انت بتتعود على الكره بتنط بشكل معين، لما بتتزحلق بشكل معين طبت الكره بشكل معين، انت كمان جريتك في الملعب، يعني انت السبرنت بتاعك على الملعب المدينه الطبيعي غير تماما، غير السبرنت نوع الحذاء نفسه، نوع الحذاء اللي بيستخدمه اللعيبه على المدينه مختلف تماما، فالموضوع كله على بعضه مختلف، من ان انت بتلعب في الجيل طبيعي في توقيت بتلعب بالليل في اجواء المفترض ان هي بالنسبه لك اجواء افضل، يعني تكاد يعني قريبه من الاجواء الشتويه، درجه حراره مثلا 20 او 22 من 9 بالليل، لدرجة حرارة مختلفة، لملعب مختلف، لأجواء مختلفة، بتلعب في الشمس، بتلعب في الحر، بتلعب في الرطوبة. لا، والترتان بتاعهم ده بيسخن يا كابتن أصلا من درجة الحرارة، يعني الترتان اللي هم حاطينه مش في الشمس طبعا. طبعا أكيد أكيد أكيد، وحتى كمان أنا بقول لك السبرنت نفسه بتاع الجد بيبقى مختلف من النجيل الطبيعي للنجيل الصناعي، ودي بتفرق جدا خد بالك في المباريات، فأنت محتاج يومين ثلاث أربع أسبوع تدريبات. يعني هقول لك على حاجة، احنا في أفريقيا زمان عشان كان عندنا مساحه قبل الماتشات، كنا مثلا ممكن خمس ايام قبل الماتش او اربع ايام قبل المباراه نتمرن على النادي الصناعي في الاهلي مدينه نصر. دلوقتي ما عندكش الوقت انك تعمل الكلام ده، يا دوب هو تمرينه واحده، او بتروح هناك انت وظروفك بقى هيمرنك على ملعب تختلفي، هل في ما فيش، انت وظروفك انت و طبعا. لا، وكمان يا كابتن في نقطه صعبه انا بالنسبه لي دي اهم، ان انا احافظ على اللعيبه دي من الاصابات على الملعب اللي زي ده. طبعا يعني مباراه، خد بالك مباراه زي كده في ملعب زي ده تعرضك للاجهاد اكتر مما انت مجهد. خد بالك الاهلي لعب مباراه من يومين ورايح يلعب مباراه بعد يومين، وهيرجع يلعب المباراه على طول الثانيه، يعني خد بالك. لا خد بالك، وقبليها كمان كان لعب مباراه قبلها بثلاث ايام، قبلها بثلاث ايام، قبلها بثلاث ايام، فانت معدلات كميه الجري مع النجيل الصناعي اللي بتلعب عليه مع الحر مع الرطوبه، اعتقد ده امر صعب جدا 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 على لعيبه الاهلي، وعلى كولر كمان الحذر منه، لان انت الماتش ده ممكن يبقى التغييرات هتبقى اسرع بكتير جدا مما احنا متوقعين، يعني طبعا. ممكن يكون عندك لعيبه اجهدت بشكل اسرع من اللعبه في الاجواء الطبيعيه، وفي نوعيه لعيبه، يعني انا اظن لو بيرستاو سليم 100% ممكن ما يدلوش الماتش ده، لان هو عضليا من اللعيبه اللي ممكن يحصل لها في ماتش زي ده حاجه تقريبا. يعني خد بالك طبعا بيرستاو بقاله فتره كبيره ما بيلعبش مع النادي الاهلي، عشان تديله مباراه في التوقيت ده صعبه على ملعب كمان، ده صعبه، مباراه صعبه، مش بس صعوبتها في الفنيات، صعوبتها في الاجواء طبعا زي ما احنا عارفين، الملعب والارض والشمس والرطوبه وكل الحاجات دي، عشان تديله مباراه وتنتظر منه يديك 100%، اعتقد الامر صعب. ما اعتقدش مستر كولر ممكن يعني يجازف المجازفين، لكن ممكن يكون على دكه البدلاء جاي طبعا، ممكن يكون ورقه رابحه، وارد جدا جدا جدا، خد بالك يعني انت ممكن تلعب تلعب ثلث ساعه تغير مباراه بشكل كامل يعني. فالنهارده كولر عليه انه يحسب حسابات ثانيه مختلفه غير الحسابات اللي بتتلعب في المباريات العاديه، يعني النهارده ممكن يكون عندي ماتش عادي هنا في القاهره، وعندي لعيبه مجهده، وعندي لعيبه مش عارف عند والانديه اللي ما جاتش ممكن اديله وقت اكتر،
ممكن اعول عليه بشكل افضل. لكن في الماتشات اللي زي دي ببقى انا كمدير فني كمان حريص قوي وانا بدي اللعيب بتاعي. انا ممكن يعني ممكن تطلع هناك بنتيجه 0-0 بالنسبه لك هتبقى نتيجه مرضيه، او لو لا قدر الله حتى لو اتغلبت هناك انت عندك مباراه العوده هنا في استاد القاهره في ملعب مختلف في اجواء مختلفه ممكن تحقق نتيجه ايجابيه افضل بالنسبه لك. فالنهارده المباراه مقسومه لشوطين، الشوط الاول هناك مهما كانت النتيجه انت تقدر ترجع وتقدر تكسب زي ما شفنا ريال مدريد بيتعادل مع السيتي في هناك على ملعب 3-3 الناحيه الثانيه بيتعادل 1-1 وبيكسب بركلات الترجيح. مش مهم في الماتشات اللي زي دي انك تأدي بفنيات عاليه، مش مهم يكون فنياتك في الملعب افضل حاجه. ما هي دي الماتشات اللي بيتقال عليها تكسب ولا تلعب، يعني هي دي المهم ان انت تاخد اللي انت عايزه. انا ضد المقوله دي، لان انت كده كده مش ما بتلعبش، انت بتلعب بتاكتيك معين. ممكن يعني هي تكسب ولا تلعب دي لما بنتكلم على الفنيات العاليه، لكن مفيش حاجه اسمها الكوره تكسب ولا تلعب، انت بتروح هناك وبتعمل جيم تكتيكي ممكن ما يكونش هجومي، ممكن ما يكونش فيه فنيات عاليه، لكن انت بتعمل جيم بشكل مختلف، بتعمل جيم تكتيكيا بيبقى جيم بالنسبه لك فيه تحدي، لان انت مثلا النهارده بتبني بشكل معين في الملعب، ممكن تلعب على الكاونتر اتاك، ممكن الاداء الفني والجمالي ما يكونش موجود ما يكونش حاضر، لكن الاداء التكتيكي لازم يكون حاضر في الماتشات. كابتن احمد بلال انا يعني بتفائل بحضرتك جدا، ويعني حضرتك كنت اول واحد يحرز في هذه الفرقه ويتسبب في مكسب وكسبنا كمان، فانا متفائل جدا بالمداخله دي ان هي كمان برضو تبقى بدايتنا لمكسب قصاد فرقه قويه. يعني فرقه الكونغو عموما لها اجواء خاصه جدا. شكرا كابتن احمد بلال، طبعا اسعدتنا بوجودك معانا.